صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 71 لسنة 2022 بتعيين أمين عام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وذلك بناء على ترشيح رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه المادة الأولى يعين سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد أمينا عاما للمجلس الأعلى للشباب والرياضة مع احتفاظه بدرجته السابقه الماده الثانيه على رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريده الرسميه